وأنا هنا، أنا الحين في أحد القرى، أنا من غالية الأحساء زين، وأنا الحين قاعد أرقى الدرج، قاعد أسمع بطبيلة في الحارة يطبل، يعني حق السحور أيام الماضي. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اصحى يا نايم وحد الدايم، اصحى يا نايم وحد الدايم. امس كان سحوري شامبوشة، احد يقدر يسويها؟ شامبوشة يا حبيبي. وامس بعد ايش؟ اي سمبوسة و صينية بطاطس، بس شغل مرتب يا ولا. ها والله بيوت الشينكو يا زينة، تسمع المطر تقول واحد مشق الرشاش. هلا والله، بس انا بوس، مساكم الله بالخير ولا زعلكم احوسه، واكله احلى اكلف على السفره شامبوس. ادعس انا بساعة جاي مسرع وفي تقاطع يا جماعه. حلو، المهم عاد الرجال قلت بيوقف، الرجال جاي مسرع شيء طبيعي. لا والله الرجال درعم عالي، الرجال سياره الظاهر شركه، لا وتمشى برواقه، شوف حاط يد على الدركسون ويلتفت كذا. تدري شو قلت له انا؟ قلت لنفسي اسف، ما قلت له والله، قلت له شكرا ايها الصيام لقد علمتني على الصبر. اي اخاف اجرح صيام يا جماعه، صح ولا مو صح؟ انا اقول للشخص هذا الوعد بعد العيد شو بسوي فيه؟ اذا ما انثر عليه بكبورة ورد ما بكون انا بزيك. الوعد بعد العيد يا شباب، اللي يطلعون علينا ويقطعون والوعد بعد العيد، اوكي؟